لبنان. الجمعة 16 من مارس عام 56-900 و1000، 9:30 مساء. الأرض ميدت الأرض يعني، وسمعنا صوت مزعج، صعيق مزعج بشكل يعني أنه بهالشكل. أكادير عام 60-900 و1000. أنا الوقت اللي خرجت لقيت الأرض، لقيت مع السماء بالتراب الغبرة، ظلت الغبرة تسدت الدنيا كلها، كان فين الدير. بين المشهدين قواسم مشتركة: لبنان، المغرب، الزلازل، الجغرافيا، الفوالق، المنازل. الأول شبه هو شبه التضاريس، يعني نحن عنا سلسلة جبال لبنان الغربية أو الأطلس عندهم نفس الارتفاع تقريبا، هيدا بده يكون سببه جيولوجي غميق تقريبا موازي يعني. ومن هون واحد بيستشف أنه الفوالق اللي عمرت جبل لبنان أو اللي عم تعمر الأطلس عندها تقريبا نسبة التشوهات اللي عم بتصير هي تقريبا زيتها. The village of Jehim suffered the worst damage from the series of 12 earth tremors that were felt in many parts of Lebanon. For nothing like this had happened here in living memory. عام 56-900 و1000 كان عبد الكريم الحاج شحادي داخل منزله، هو ابن بلدة شحيم قضاء الشوف جنوب بيروت مركز الزلزال. ثوان قليلة قلبت بلدته. هزت ثلاث هزات متوالية. هزة أولى. الهزة الأولى كنت داخل المنزل عم بدرس، كنت بصف البريفي بوقتها، لما هزت ولاحظت لك إنه البيت عم بميد فينا هربنا للخارج. وثانية اجت الهزة الثانية، كان صعيق بالسماء يشبه دوي عدة طائرات نفاسة يعني. صلوات رفعت وصراخ، اللي بيتوسل لله، اللي بيبكي، اللي بيصرخ، اللي إلى آخره. مطالبات بدعم عاجل. ليلتها وكذا ليلة بالفلا لحتى لقيت الخيام والبطانيات. الزلزال الأقوى في تاريخ لبنان قتل أزيد من 125 شخصا، أصاب العشرات بجروح، شرد الألاف، دمر نحو 6000 منزل، 100 قرية تضررت، 10 بلدات بينها دمرت بالكامل. عبد الكريم الحاج شحادي نجا، عمر جديد كتب له. أكثر شيء تدمر بشحيم، يعني شحيم نصها تدمر، عدا عن البيوت اللي تصدعت. أكادير، الجمعة في 29 فبراير عام 60-900 و1000، منتصف الليل إلا 20 دقيقة. زلزال بقوة 5.8 بدل الأرض تبديلة، آلاف الضحايا، قتلى، جرحى ومشردون، خسائر مادية هائلة. أوجه الشبه كثيرة بين لبنان وأكادير برأي الدكتور عطا الياس، هو باحث وأستاذ في الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة اللبنانية، تحدث لمادية. زلزال 65 عنده قدرة المانيتيو تبعيته كمان 5.8 أو 5.6، شبيهة بزلزال أكادير اللي صار سنة 1960 واللي عنده مانيتيو كمان كان 5.8. يومتها 12000 شخص توفى بأكادير، في نحن عنا 125 شخص توفى بس، ولكن نسبة الضرر بلبنان كانت على الأبنية كانت كبيرة وموزعة على منطقة واسعة. ليش؟ البناء تقليدي، العمار كان عمار بعده تقليدي، يعني بيعتمد على حيطان الحجر اللي فوق بعضها وسقوفيات مش مثبتة على الحيطان. بالمغرب كمان عندهم تقنيات بتعتمد المواد البدائية من الطين المكبوس تيصير صلب وبيعمروا منه الحيطان تبعينهم. تبدل كود البناء. فبلبنان وبأكادير من بعد الزلزالين صار في تغيير بكود العمار، صار في تغيير بنوعية العمار واستبدلت الأبنية اللي تهدمت. شردت الزلازل الأمنين من منازلهم، افترشوا الأرض والتحفوا السماء، الخيم كانت مطلوبة، الطعام، هبة تضامنية ضمدت الجراح، بردت المخاوف. خلد زين الدين، بيروت، مدينة.